فضلك تفضل تفضل. شو بتحبوا تشربوا؟ شكرا لانه مستعجل. لا لا ما بيصير، شو بارد سخن قول. الله يخليك، شكرا كثير. طيب ممكن تعطيني العقد لفرجيل الست؟ كل ممنون تفضل. شكرا. ضيع الله يعمر. سمير نعمل ايه؟ قوم شوف لي ليش تاخر. يلا يا معلم فريد، ما في حدا بالبيت؟ وانت اضحك. بدي اضحك على مصيبتك. لا مش مصيبه، نحن زبون وقت اللي وصينا على شي تمين، مش دغري بنحط له الالماس او الحجار الكريمه، بنعطيه صوره عنا، يعني برافا مسطرة. يعني دفعوا 10,000 دولار حق عقد فالصو مسطرة؟ نعم. قولك بيرجعوا؟ ما بظن، لانه نحن منتظرينهم. طيب شكرا حضرة الضابط. يمين عشحاد يهديني. بس يا مشكيح، بس يا مشكيح اتركنا بهمك. ولما بس الدولارات روحها ولا كل المصريات اللي حاطينهم مع فهمين روحها. طيب يا اسعد، ما قالوش حق فهمين يسحبوا من البنك؟ لا عد ندخش خشت يا مشكيح، هيدا فهمين فتح بنك على حسابه، يعني جايبته البنك. ها اجا ملحي. شو عملت لنا؟ ها يا حول، شبك اسعد. ها ايه هاي مية. ايه وبعدين مشكاح شوفوا هاي مية. كتر خيرك. وانا يا معلم الحين وبقية الحساب حساب التوفير يعني اللي حاطينه مع فهمان. بس يقبض فهمان ايه يدفع لكم. كتر خير. وشو قلنا عليه نحن؟ 1735. مرحبا خيي ابو السلو. اهلا 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 ابو نصرة. كيفك ابو سليم؟ شو شاري؟ ماني شاري، جاي بيع. شو بدك تبيع؟ هل قطعتين الاثرية تشوف لي شو بيسوى؟ هودي قطع اثرية لك. ايوه يا ابو نصرة، هودي جديد حقن 15,000 ليرة. وإذا كانوا عطاء؟ يعني حقن 7,000 يعني صاروا من الأسريات. لك كيف صاروا من الأسريات ولا أسريات؟ الأسريات يا أبو نصرة أقل شغلة لازم يكون عمره 200-300-400 سنة، 1,000 حتى تصير أسرية. شو هالحكي يا أبو سليم؟ ولو أنت حط لي هون عندك بركي بيجي شي واحد بيشتريهم، أنا بدي بالقطعة $1,000 والباقي إليك. يا سلام. $1,000 والباقي إليك. أنا عم أقول لك ما بيسوا 10-15,000 ليرة، بتقلي بدك فيهم $1,000؟ شبنا أبو سليم ما تكون طميع يا خيي، خذ النص. صبرك يا روح. ابن عمي ابن عمي ابن عمّة. ليش شبك أنت التاني كمان حتى تخرب المحل؟ يا ابن عمّة جيب لك قطعتان أسريات رخوص. شو قصتك انت التاني كمان فيي؟ شو بدي؟ جيب لك قطعتان أسريات، هذا اللي بيعمل منيح. شو بدك تعمل؟ بدي بيعك إياه. انت شوف شوفه لك انت أخوت، هاودي جدد بدي أشريه. $100 $100؟ ايه تشتريهم $100؟ ايه هيدا جديد عمي بيبيعوه فوق ببعلبي، هيدا حقه $20 وهيدي حقه $5. عم تحكي مزبوط مزبوط. غشونا. غشوك؟ ايه لازم تنتبه. وشو جايبهم تعمل فيهم؟ بدي بيعهم، قلت لك بدي تبيع لي اياهم. بيع لك اياهم؟ ايه هودي اذا كترت كترت بيسوونهم شي $25-30. شو هالحكي اللي عم تحكي يا ابو السلو؟ عدنك بهالشغله ما بتفهم شي ابدا. لا ما بفهم. ولو هاي شكري صاحبنا
جاب قسطران مهريين وبيعهم اثنين ب2000 دولار. هلا هو اجا واحد اعمى قلبه اشتراهن، بدك كل الناس اللي بدهم يشتروا بالاثار يكونوا عميان قال؟ يعني على حظنا صارت العالم مفتحه. يا خيي انت حطهم عندك وشوفهم شو بينبيعوا بيعوا. على كل خلون ذكرتونا، انا بدي اوصل على المخفر شوي شوف السياره. امين وصل مشوار، خليك انت هون ما تتزحزح من هون. ماشي الا ما يجي امين او اجي انا. ماشي. انبسطت يا ابو نصر؟ بيجي معك؟ لا خليك هون، بركي بيبعث لك شي زبون الله بتبيعه يهون. طيب ابو نصر. ايوه. طلع معي لحن. لحن؟ ايه هات لنشوف. دق لي شوي. سمعنا هاللحن. يا امي قولي البيا ينهيلي هالقضية، يا امي قولي البيا ينهيلي هالقضية، سهام الحبيتها كتير ما عود عندها حنية، سهام الحبيتها كتير ما عود عندها حنية. حفظ ضابط يعطيك العافية. أهلا أبو سليم. سيدنا فينا نستلم السيارة؟ بس نخلص تحقيق. لروح بشر الشباب. تراك الموضوع علي. لك روح الله يطولنا عمرك وخلينا إياك يا رب. طيب بس ما عرفت إنه الناس هذول الموجودين عندك أنا بدي أتعرف عليهم؟ ها وضروري؟ طيب مشوار الطريق يكون عندك. مع السلامة. فهمان وين رايح؟ على المخفر. في ناس بدهم غرفتين، ما عندنا غرف فاضيه. خير حضره الضابط؟ ابعتوا راي في شيء. اهلا بفهمان. اهلا فيك. في شخصين بحب انك تعرف عليهم. مين هذولي؟ سعيد افندي فوت موقوفين، انت بتعرفهم منيح، هن يلي احتروا عليك. وليش ما مسكتوا لنا اياهم قبل هلا؟ مين هن؟ الحراميه. هن ما بعرف صهري فهمان غبي كل هالقد بيدعي بحضرته انه هو اذكى واحد على وجه الارض، والحقيقة طلع اغبى واحد. يا بابا لما نعطونا مصاري اول مرة كانوا الدولارات مزبوطين. مزبوط، والبنك اعترف فيهم انهم مزبوطين. عودي محتلين فهموا. عودي محتلين وبس، عادي عصابة دولية. طيب وهلا وينه صهري فهمان؟ طرفنوا له من المغفر. ليش مسكوا العصابة؟ ما بعرف شي. فهموني فهموني بس شغلة واحدة، ملحم وينه؟ طمني سيد فهمان شو صار معك بالمغفر؟ والله طمنك؟ شو صار بالمغفر؟ انت بدك تفهمني بالاول، انت شو محلك بالاعراب؟ ما ببعتك بشغله الا بتنفذه، ما بطلب منك شيء الا بتعمله، والاهم من هيك لما علقت السياره دفعت المصريات، لما وقفوا الشباب دفعت الكفاله، ولك ببعتك تجيب اغراض الاوتيل بتدفع مصاري منك، بنزين لسيارتك ما معبى بتعبي منك، ولك هي انت زلمه ما معك ليره، من وين عم تجيب المصاري؟ وانت بصورة خاصة انت مين؟ انت مين؟ انا ايه؟ انت مين؟ احكي. ايه؟ شو
شوف يا ملحم، هاللف الدوران بلا، احكي لي وقل لي، ما في شغله كلها فتك فيه اللي عملته، ما في مشروع توكلت فيه اللي نفذته، اي شغله فيه دفع مصاري عم تدفعه. ملحم انت وراك سر، شو هو؟ الحقيقه يا سيد فهمان، انا انت لازم تحكي لي من وين عم تجيب المصاري. بالحقيقه ايه، صارحني احكي، ما تخاف مني، صارحني، انا بحبك، انا حبك حبك يا ملحم. بالحقيقه كان عندي شقفه ارض وبعتها، وانا حابب اوضع مصرياتها تحت تصرفك. ما فهمت سيد فهمان، انا حابب انضم للاسره تبعكم. شو قصدك؟ بطلب منك ايد بنتك وردي. الحقيقه يا ملحم، انا بنتي وردي مثل ما بتعرف هيدي اخر سنه بالجامعه، وما عندي خيره، وما بدي اشغل فكره بالزواج. سيد فهمان، انا ما عبول هلا نتجوز، بس تخلص يا ملحم. الحقيقة صدقني انه انا ما كنت بتمنى يوم من الايام يجيني عريس لبنتي يكون احسن منك، بالعكس انت شاب مهذب وادمي وذكي وفهمان. يعني موافق؟ مش مسألة موافق، يعني بتعرف بنتي ما عندي غير، وانا يعني بدي فهمت عليك. لا يعني ما بدك تعطيها لشغيل عندك بالفندق. لا 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 لا، فهمت قصدي غلط، بس فلك لي هالموضوع هلا، خليني افكر فيه شوي، اتركني هلا وفلك لي هالموضوع ندفي. الو، بابا تليفون. حاضر يا بابا، عن اذنك طلع غرفتك يا بابا. الو، ايوه ايوه ست ليلى، ايوه نعم، انت بتأمري، انت بس قولي بتحبي انا اشرف لعندك. اهلا وسهلا فيك، انا بانتظارك بالصالون، يا اهلا. هلا يا امين لا بتعمل، انت شو بخصك؟ انت حط المزراب بالمحل وما عليك، فهمت؟ ولك كيف شو بخصنا؟ اذا كان ابو سليم انه موجود بالمحل انا ما بحط شيء ابدا. يا امين اسمع اللي عم اقول لك اياه، حط المزراب وما عليك ابدا. انا ما بحطه ابدا. يا امين انت لو بتعرف قديش مكلفني حتى لقيت هالمزراب ما كنت بتحكي معي هيك ابدا. ما انا بعرف، ما انت لقيته بمكب النفايات. جهل عشي يا عميد. شبك انت تيدا، بعتولنا هالسيوف؟ لا لاش، لا لاش يا امين، لاش بتستهروا بتستهتروا بغلط يا امين، بتحرموا الواحد يحط عنكم شاء. لك نحن ما مستهترين بغلطي، لك بس يجي زبون ايه؟ بده سيوف بنبيعوهن. هاك معك حق. ايه افتح ايدك. شبك حط لي هالعمله. شبه هالعمله؟ عمله هيدي عمله من مئات السنين. عملك شو؟ فينيقية. ايه ورومانية. ايه وبابلية. شو هي؟ فينيقية. ايه بابلية
رومانية فينيقية ايه بابلية ايه ورومانية. افتح ايدك لقلي ايه. انا بهالعملية ما بفهم، بس يجي ابن عمك بو سليم هو بيبيع لك يهود. ها ايه، اذا كان انت ما بتفهم ابن عمي بو سليم بيفهم. ايه وين هو؟ بعد ما اجي ننتظرك. امين روح اعمل لي فنجان قهوة لقلي ولا درباس بسرعة. يلا بسرعة. يلا اوين لك؟ يلا شبه لك. ليش واقف؟ ولو اهلا بدرباس. اهلا شكرا. قلت لي هالعمله قديمه فينيقيه مبينه مبينه ورومانيه وبابليه. نسيت نسيت. اهلا اهلا من بدرباس. أهلا. يا حبيب قلبي يا دربيس. وهلا بدي سمعك هالغنيه. بدك تغني لحن جديد؟ ايش بقى؟ لك ايه غني غني سمعني. بس يا شكرا إيه؟ بترد معي كورس. اوه كورس؟ انا موسيقار كبير. برافو عليك. معلوم بني. اسمع يلا. بنت الحور قلوب انطيو سحروني اعلاب اول اشورو. بنت الحور قلوب انطيو سحروني اعلاب اول اشورو. سحروني اعلاب اول اشورو. سحروني اعلاب اول اشورو. سحروني اعلاب اول اشورو. نعم ست ليلى. شو بتأمره؟ روحوا اندهولي لك. ولك لوين رايح يا اسعاد؟ انا بعرف لوين رايح. اوه صحيح. نعم ست نعم. على وين رحتوا؟ ما انت قلتي روحها. ايه مزبوط. وينو فهمان؟ منو هون. طيب دلوها لسوسو. ايه. وين لازم تعمل لي فنجان قهوه؟ ايه. لانه انا بحب القهوه من ايد سوسو. من هون على المطبخ. تفضلي. حاضر ست ليلى. تفضلي. وانت يا اسعد. نعم. اندهلي لفهمان. ايه فهمان. نعم الست ليلى عايزتك. عايزتك ايه. طيب روح على شغلكم انتو. يا اهلا يا اهلا وسهلا ست ليلى. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نعم شو قلت لك انا يا اسعد؟ روح على شغلكم. ولا شو بعدك واقف هون؟ هون شغلنا. لا نشوف الست ليلى شو بدها. بدها الطلبات اللي طلبتها بتروح بتجيبها من المطبخ وترجع لهون. ما سوسة وعم تطلبهم. انت بتروح لعند الزغلول وبتساوي يلا لتشوفها وين. ولك يا ابني شو عادك انت هون؟ ما 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 بدي اشوف شو بدها الست ليلى. ما قلت لك شو بدها ليلى. بدي منكم شيء. يلا لتشوف على شغلك. بس على شغلك على شغلك. والحق انت كمان قوام. افلت بعرضي. روح. عفوا ست ليلى اللي بيغزينه. تفضل تفضل ارتاح يا فهمان. بشو فينا نخدمي يا فهمان؟ هالفيلا اكثر من حلوه. شكرا. وشرحه وممتازه. بس انا بفضل اذا بتلاقي لي شي بيت مستقل لاني بحب اقعد لحالي. يعني الحقيقه بدك تقولي لحنا صرنا بنص الموسم وصعب نقدر نلاقي لك شقه او بيت بقلب الجبل. يعني مستحيل نلاقي بيت؟ هو ما مستحيل مستحيل. في بيت بس بعتقد انه غالي شوي وصاحبه نيقه شوي وغليظ شوي وطميع شوي. يا فهمان انا ما فرقه معي السعر. حلو. فاذا عن اذنك لحظه لشوف بركي فيني اتفاهم انا وياه. ولك يا اخي طيب كنت عاوز بشغله ضروريه مشان عرفت انا رح اجرب شوف البيت على طريقتي الخاصه. ايوه لا ما تقول له شيء كنت بدي احكي شخصيا. سلم. الحقيقه ست ليلى الشخص اللي احنا قاصدينه لهالموضوع ما لقيناه. انما انا ممكن اخدك على البيت وفرجيك اياه اذا كان بيعجبك.
يعني هالبيت بيبعد كتير من هون؟ لا كله خمس دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة بالسيارة. أبو سعد زمان بتكوني واطلة. طيب يا فهمان، كيف أوصافه لهالبيت؟ يا سلام، أنت كيف شفتي هالفيلا الطويلة العريضة الشرحة البرحة الحلوة يلي ورتانا أنا من جدي الأكبر؟ كمان هالبيت تبع أبو سليم الطبل ورتانه من أيام جده الكبير الطبل الكبير. طيب يلا يا فهمان، يلا نمشي. اتفضلي. يلا. يا اهلا وسهلا، احنا بدنا نخدم. تفضل قهوه بعدين يا سوسو. بعدين. تفضلي. بعدين. تفضلوا. يلا كرز. سليم، يا ابو سليم. مين؟ طب أنا فهمان. شو أنت هون؟ خير؟ أوف، وقت الليونك يا أبو سليم. هلا معنا ضيوف. مين؟ شرف. تفضل. تفضل. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالستات. مين إني يا فهمان حضرته؟ الست ليلى ومدموزيل سوسو. بشو فينا نخدمكم؟ الحقيقة يا أبو سليم، الست ليلى نزلة عنا وإخدة جناحة مرتب بقلب الأوتيل، بس هي بتحب تقعد هيك لحالة وتكيف حالة بحالة، فقلت أنا بجيب اللي عندك تشوف البيت الحلو. كيف لا بأس، لا بأس يا فهمان. كويس. إيه كتير. شو المعنى يعني؟ بدهم يستأجروا الباقة؟ أيوة مزبوط. ولك ما بكفي، خدت الفيلا كمان جاية تاخد لي البيت. لا شو بدنا ناخده ببلاش؟ ولك يا ابو سليم بدنا ندفع لك اجار، وشو بدك ندفع لك يا خي؟ ببلاش ولا بمصاري؟ ما عندي بيت هالاجار. يا ابو سليم لشو هالزعل كله؟ فهمان سالك سؤال وجاوبه عليه. يوم بتأجر يوم ما بتأجر. الحقيقه يا ست انت ما بتعرفي هذا فهمان. ايه شو مو فهمان؟ جايين لعندك وعارضين عليك مشروع، بنعطيك 500 دولار بالشهر. يا سيدي 700 دولار كل شهر اذا طلبت. لا 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 يا فهمان، 700 كثير. لا بترجيك يا فهمان، عرفوا علي وقول له انا مين، يعني ما بريد هالشيء هذا يحصل معي. يعني الست ليلى بتعجبك كثير. ولا وضح لك امر كمان، ووضح لك يا ست ليلى، انا فكري كنا نعطي له ابو سليم 800 دولار كمان. لا كونه لا البيت. لا يا اخي، تستأجري البيت يا ستنا مع الخادم تبعه. ايوه خد يا ابو سليم. خادم تبع انا خد ما سيد الكون خادون يا ابو سليم. يا فهمان عفوا، الهيئه الاستاذ ما بده ياجر، فتش نروح نفتش على غيره. ماشي يا سوسو. تفضل تفضل. هيك فهمان، هيك بدك اوجه الفقر. هيك شوف شو عم تقول، 600 700 800 دولار بالشهر. لا بالشهر، لك بالسنه. معقوله؟ بدي اعطيك 900 دولار يا ابو سليم. صحيح. ايه. واسمها ليلى؟ واسمها ليلى. انا اللي اسمه الليلى على طول، هيك قلبي بيفتح لون وبيرتاح لون. شو عم تحكي؟ ايه ايه. لكن حنجيب منها 600 دولار بس. لكن ما اسمها ليلى يا ابو سليم، عن اذنك. ليلى معلش. ماشي. بعد حضرة أبو سليم ما شرف، إيش هو عم يعمل شهر العسل؟ شي هذا ما بيخصك. وإنت ما بيخصك، على كل إن أنا طالع شوفه بالبيت. بعيد هيك يا أبو نصرة. لا على وين سيد شكري ماشي؟ عود لنشرب فنجان قهوة نحن وياك. كنت طالع لعندك عالبيت. بدي أفهم يا أبو سليم، ليش حضرتك ما عم تجي عالمحل؟ لا شي بسم البدن يا شكرا، عم بقعد من عبكرة العشية ولك ما عم يفوت زبون يقول لك عغرض بقداش. أبو سليم قلقيتلك جاز مزيريب بياخدوا العقل، عم قلك أحسن من اللي بعنيهم بكتير. هلأ وقت المزيريب يا شكرة، أنا واقع بمشكل هلأ فاتلي مخي فتل. وشو هو هالمشكل هيدا؟ قلي فهمان يا فندي. ما بيكفي أخذ الفيلا، هلأ كمان جاي بده ياخد البيت اللي أنا ساكن فيه. ما فهمت، فهمني. حضرته جايب لي مستأجر للبيت. شو علي يا أبو سليم؟ أجره إذا كان السعر منيح. يا خي سعر منيح، وسعر منيح، دافعين لي 700 دولار بالشهر. وما عاجبك؟ يعني بالسنة حوالي 8000 دولار، بيتك كله ما بيسوى 4000 دولار. شو هالحكي اللي عم تحكي يا شكرا؟ بيتي ما بيسوى 4000 دولار، بيتي بيسوى أكثر من هيك بكتير. قولي قهوة أسقي بإيدي قهوة، أنا 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 قهوة.
يا ستنا. شكرا يا اسعد، عم بشرب. ايه بس هذا انا عامله بايده خصوصي الك. شكرا شكرا يا اسعد. لا شكر على واجب. الحقيقه بدي اقول لك شيء. تفضل تفضل قول. البقيه بحياتك. تسلم. زوجك مات بحود السياره. نعم من سنتين. الله ينعم عليك. وانا كمان مرتي ماتت بحود السياره. البقيه بحياتك يا اسعد. وحياتك الباقيه. هي اول وحده ماتت من 5 سنين. من 5 سنين ماتت. لا انت كم وحده بتزوج؟ اثنان. الثانيه كمان ماتت بحوديس. طياره؟ لا موتوسيكل. والثالثه؟ الثالثه قولوا لي الثالثه سابته. لا كمان ناوي تتزوج؟ طبعا بعدني تحت نصيبه. ولقيت نصيبك؟ هو الحقيقة لقيته بس السن ما طرحت على السؤال يعني. ليه؟ ناوي اطرح على السؤال ناوي. يعني بدك تزوج ثالث مرة؟ إذا وافقت الحقيقة بدي اتزوج. ومن هي؟ من هي بس يعني أسعد. بالإذن أسعد. يلا يلا جاية للحديث بقية. يلا. ولو عندك الأبو يلي بالبيت فضي من هالخشبات والفحمات ونطفه ونام فيه. هي كام شهر يا أبو سليم وبينتهوا وبتفضي ضيقتك فيهم. أنتو هاك أول كون معلوم وفيا وبلاها يا أبو السلو. طالما المحل ما عم يطلع شيء البيت بيطلع، بس على شرط بدك تاخد 3 شهور سليم. وانتو قلتوا بعدوك. تفضل. لن تلفل لفهمين. ايه يا عمي ليش الواحد يستشير اكبر منه واصغر منه وبعدين يعمل برايه؟ معلوم. شو هاد عملت مع ابو سليم؟ الحقيقه ابو سليم عنيد وعقلته شغل ايده. عملت المستحيل ولكن ما كان يوافق بالتنزيل، انما اتفقنا على سعر مقبول شوي، ولكن بده 9 شهور سليم. لك يا ابو سليم الصيفيه 3 شهور ما كان يرضى، عقلته مسكره. 3 شهور بده 9. طيب انا ما فارقه معك، قد ايه طالب؟ اذا كان انت موافقه وما فارقه معك كمان انا موافق وما فارقه معي. اسمحي لنا بالرعبون. ايه على الحساب. 9 شهور 9 شهور للصيفية؟ للصيفية. ما طول سلمي. تشيك ولا نقد؟ كاش موني. كاش كاش. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ست ليلى، شرفتي البيت نورتي المنطقة. اهلا مرحبا يا ابو سليم. اهلا وسهلا ستنا. هاي المفتاح واعتبري البيت بيتك والبيت بده يتشرف وجودك. تفضل. شكرا يا ابو سليم. تفضلي. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا هلا. ايه تعال لك. شو في شو بك؟ وين رايح؟ تكرم. ايوه ايه بحبش منيح. شرف يا ابو سليم، هدا لي عن 4 اشهر. تفضل. فهمت؟ نعم. قربت اشوف. شو في؟ شو هدي؟ مسك هال $200 خذوه. شو هدي؟ لا يا ابو سليم. شو؟ زعلت منك تماما. ها شو يعني بدك قصه؟ سير هاي 3 عيب. هذا حديث بنحكي يا ابو سليم. شو بدك نص اجار البيت؟ نص اجار البيت؟ انا فهمان عم تقول لي هالحكي يا ابو سليم؟ طب شو بدك قول؟ ما عيب عليك تقول لي هالحديث تسمن لي بدني فيه. انا باخذ مصاري يا ابو سليم؟ انا باخذ من حبيب قلبي مصاري؟ يعني ما بدك ولا قرش؟ يعني انا بدي اخدمك بس، انت قلق علي كثير، مفضل علي كثير يا ابو سليم. معقوله؟ يا حبيبي هو اعطيني مرة تقول لي مصاري ترى بزعل منك زعلة يا ابو سليم. بيتك ما بعد بفوتها. فهمت شو عم حكيك؟ عيب عيب الحديث ده عيب. انا ما برضى فيه ابدا، انا ما باخذ من حدا ولا قرش يا ابو سليم. يا حبيبي انت بس تأمر يا حبيبي. يعطيك العافية يا ابو سليم. يا الله. معقولة؟ ما عم صدق اللي عم بسمعه واللي شفته، الا في من وراها شيء هيدا. الحقيقة يا اسعود بتلبق لك الوجه. شو بدك بالخلط؟ معلي اسعد
نعم. ما شفت لي السهر المنظوم فهمان؟ فهمان؟ اي نعم. راح على بيت ابو سليم يوصل الست ليلى. الست ليلى هي اللي استاجرت البيت ما هيك؟ نعم. طبعا. كيف لقينا؟ لا لا شخصيه يا اسعد. سعد اهلا اهلا اهلا. حدا سأل عني؟ لا 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 ما في حدا، كله ماشي طبيعه. ما في اشكالات؟ ما في شيء غير معلم شكرا. اهلا. بدك من عشاء؟ ايه لا روح على المطبخ. روح على المطبخ. اهلا 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 حبيب. يا اهلا بالسهر. وين الغيبه الطويله العريضه؟ شو جيت شوف بنتك ورده بصفتك جدة الكبير لتعطيه شوية خرجية يا حبك. الحياة يا سهر معك حق، أنا عم فكر وأدرس الموضوع كيف بدي أعطيه صورت صبية، بس هلأ أنا ملتهي بالآثار. بشو؟ بالآثار. وحضرتك صرت عم تكتشف آثارات؟ اكتشفت وعم بيع، وصرت بيع أكثر من 5000 دولار. شو؟ وقبضت؟ ايه انا قبضت دفعة، والسيد كوستي قال بس تجي لحوالي بيدفع لي البقي. هتقبض كتير. ابد ابد، انا بعرفك ما بتحبني، ما بتحب الخير، اللي بتكرهني. شو اتفقنا يا ملحي؟ انه ما نحكي بموضوع وردة الا ما تخلص تتخرج. حياة يا سيد فهمان. حياة يا سيد ملحي. انت بتعرف انه نحن وضعنا كتير تعبين، نحن حالتنا على قدنا، ونحن لا عنا لا حياه ولا عنا بيت، ولا يمكن نتكبر عليك ابدا، ونتمنى انه نكون نحن وياك اهل، بس بتعرف نحن حياتنا كلها غلط بغلطة. اذا كان يا سيد نحن مفلح وكشف امرنا وعرف وضعنا حتكتر المشاكل كتير وحتزيد. وأنا يا ملحي عندي أمنية واحدة يا حبيبي، إني شوف بنتي الوحيدة تخرجت وصارت دكتورة. بوعدك يا سيد فهمان إني يكون عند حسن ظنك. أنا بعرف، بعرفك أنت عند وعدك رجال شهم وقبضاي. شاب حلو وآدمي